السلام عليكم احبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى احوالكم كلها تكون بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم تمام الصحه والعافيه ان شاء الله. اليوم كيف كتشوفوا فيديو جديد على القناه، حضرت البسطيله ديال السمك ولا ديال الحوت اللي كتجي اكثر من رائعه، لذيذه بزاف. فكنتمنى انكم تشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر، وندوزو نتعرفوا على المكونات وطريقه التحضير. غادي ندوزو نحضروا الشرموله ديال الحوت اللي غادي نشرملو بها الحوت، ولا الخلطه اللي غادي نخلطوا بها السمك ديالنا. هنا خديت القزبور ومعدنوس، تقريبا جوج معالق كبار مملوئين ديال القزبور ومعدنوس، يعني القزبور وبقدونس اللي مفرومين مزيان، يعني مقطعين قطع صغيره. غادي نوضع كذلك، غادي نضيف لهم الثوم اللي غادي نهرسو بالاله ديال الثوم. كيف كتشوفوا عندي 4 ديال الفصوص ديال الثوم. ثم كذلك عصير ليمونة ولا عصير حامضة، خديت حامضة وحدة وعصرتها وخديت غير الماء ديالها. كذلك غادي ندوزو نتعرفو على التوابل، عفوا عندي الملح، وعندي هنا التوابل ديال السمك اللي كتكون اختيارية، الا عندكم ضيفوها فهي كتكون يعني من الاحسن تضيفو توابل ديال السمك. عندي الفلفل الاحمر، الكركم، و زنجبيل، وفلفل اسود. بالنسبه للفلفل الاحمر درت ملعقه صغيره، نصف ملعقه صغيره ديال الكركم، ونصف ملعقه صغيره ديال الزنجبيل، وراس ملعقه صغيره ديال الفلفل الاسود. وهنا غادي نضيف صلصه الصوجة، فغادي نضيف ملعقه كبيره ديال صلصه الصوجة. غادي نضيف كذلك واحد نصف ملعقه كبيره ديال الهريسه، الهريسه هي الفلفل الاحمر الحار. انا هاد الهريسه ما عنديش حاره بزاف، فقلت نضيف واحد الخلطه عندي ديال الزيت مع الفلفل الحار، هادي حاره فضفت واحد القطرات وصافي. وغادي نضيف هنايا جوج معالق ديال زيت الزيتون. كتشوفوا ضفت زيت الزيتون، غادي نخلط المكونات كلها مع بعض حتى كتنسجم ليا، يعني التوابل مع القزبر وبقدونس مع الثوم، يعني غادي نحركو مزيان مع الهريسه. وغادي نضيف هنايا البصل باودر ولا بودرة البصل، فإلى عندكم من الأحسن ديروها، كتعطي واحد اللذة غزالة. وكيف شفتوا معايا أنا وضعت الثوم، ولكن غادي نضيف كذلك شوية ديال الثوم بودرة، فهاد البصل بودرة والثوم بودرة كيعطيو واحد اللذة للشرمولة غزالة، فإلى عندكم استعملوهم، ما عندكمش فاستغناو عليهم ماشي مشكل. صافي الخلطة ديالي واجدة، فكنوضعها جانبا. وهنا كيف كتشوفوا معايا عندي القشور ديال القمرون ولا ديال الكروفيت اللي كنحتفظ بهم، ما كنرميهمش، كنزيد عليهم ماء غليان، وكنضيف لهم هاد الحامض اللي عصرت ما كنرميهاش، كنضيفها عليهم، وثلاثه ديال الوريقات ديال سيدنا موسى ولا ورق الرند، كنخليه حتى كيغلي مزيان. وغادي تشوفوا شنو كندير به. المهم هنا عندي الشعريه الصينيه، كيف كتشوفوا ما كنوضعش عليها الماء غليان، فكنوضع عليها الماء ديال القشور ديال القمرون. كيف كتشوفوا هنايا ملي تغلى ليا الماء فكنصفيه، وكنوضعو مباشره على الشعريه الصينيه. المهم كيعطي واحد اللذه ما نقول لكمش، اكيد كيكون مغسول كيكون نقي، فما كنرميش القشور، كنستغلهم بحال هكا، فكيعطي واحد اللذه يعني الشعريه الصينيه رائع رائع جدا، فكنتمنى انكم تجربوها. المهم كنوضع الشعريه الصينيه هكا في الماء حتى كتطلق ليا، كنخليها 5 ديال الدقائق، ومن بعد كنصفيها مزيان
وكنقطعها. وهنا غادي ندوزو نتعرفوا على السمك اللي غادي نوضع في البسطيله اللي عندي. فهنا كيف كتشوفوا معايا عندي الفيلي ديال السمك الابيض، وهنا عندي كذلك القمرون. مهم القمرون ولا الجمبري في انواع كثيره، فهذا الابيض وعندي هنا كذلك الاحمر، يعني جوج ديال الانواع اللي غادي نستعمل. فهذا هو اللي خديت القشور ديالو وغليتهم، المهم هو مغسول وناشف. وهنا عندي انواع ديال السمك، هذه كناخذها هكا يعني ساشي فيها سمك متنوع. فهنا كيف كتشوف عندي الكالامار، وكاين فيه هذا الاخطبوط وقيله، وهنا البوزروك، و حتى الكروفات كاين معاه. مهم كناخذها جاهزه، المهم عندي زلافه هكا عامره فيها تقريبا 400 غرام. وهنا عندي الفطر المعلب ولا الشامبينيون، وهنا عندي الجبن. وهنا كيف كتشوفوا معايا خديت جوج ديال المقيلات، وغادي نوضع فيهم واحد الكميه من الزبده وشويه ديال زيت الزيتون. المهم انا خديت جوج مقيلات باش دغيا يعني نزرب، تكون العمليه سهله. المهم غادي نخلي الزبده تذوب والزيت حتى هي تسخن ليا، وغادي نوضع السمك ديالي. بالنسبه لهاد المقيله هادي غادي نوضع فيها القمرون، وغادي نوضع واحد الملعقه ديال الخلطه ولا ديال الشرموله. غادي نخلط مزيان حتى السمك ديالي ياخذ ليا من هاد الشرموله هادي ويتشحر ليا مزيان. في المقله الاخرى غادي نوضع السمك اللي عندي مخلط، يعني السمك متنوع. غادي نضيف ليه حتى هو واحد جوج ديال المعلقات ديال الشرموله، وغادي نخلطو حتى هو مزيان. وبالنسبه للنار خصها تكون نار عاليه، لانه ضروري فيما نكونو كنحرو هكا السمك، فضروري خص يكون النار مرتفعه. علاش؟ باش ما يطلقش لينا الماء، لانه الا درنا النار مهيله ولا يعني ناقصه ف السمك كيطلق لينا الماء. المهم كنحرك كيف كتشوفوا مزيان حتى كيتشحروا لينا وكيتشرملوا وكياخذوا من الخلطه اللي ضفنا ليهم. هنا كيف كتشوفوا دغيا كيوجد ليا القمرون، كنضعو في اناء وفي نفس المقله، ما كنغسلها ما حتى شي حاجه، كنخلي نفس المقله وكنوضع هنا القطع ديال القمرون الابيض اللي قطعته قطع صغيره، وغادي نضيف له واحد الملعقه ديال الشرموله. الا درتوا هاد الخلطه ولا هاد الشرموله فتاكدوا ان السمك ديالكم غادي يجي لذيذ 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 بزاف، رائعه غزال كيجي بزاف بزاف. فكنتمنى انكم تجربوا نفس الخلطه واكيد غادي تعجبكم. المهم كنبدا كنستمر في التحريك، مهم كنحرك هنا ونحرك هنا، ضروري هنا شويه ديال الزبده حيت نسيت ما وضعتش الزبده في الاول. المهم كيف كتشوفوا كنستمر في التحريك، ما خصنيش نهملهم، والنار كيف قلت لكم تكون مرتفعه. المهم اي حاجه وجدت ليا فكنوضعها في هذا الاناء هذا. كيف كتشوفوا ما كياخذش وقت كثير دغيا كيوجد. هنا غادي نوضع كذلك شويه ديال الزبده، وغادي نوضع كميه من الزيت كذلك، ونخليها هكا حتى تذوب ويديا خدامه في بلاصه اخرى. المهم التحرك ضروري. وهنا غادي نوضع السمك الابيض ديالي. فالسمك الابيض كاين الناس اللي كيدخلوه للفران، فانا قررت انني هكا نشحرو هكا غير في المقيله. ضفت له جوج معلقات ديال الشرموله كذلك. وبالنسبه للتحريك فضروري نحركوه غير بالمهل، يعني بشويه، لانه دغيا كيتفرس هو.
هنا كيف كتشوفوا القمرون تشحر ليا، كنوضعو في الاناء و غادي ندير شويه ديال الزبده كذلك، وغادي ندير شويه ديال الزيت الزيتون، وغادي نضيف هنايا الفطر المعلب. المهم عندي هنايا علبه ديال الفطر المعلب، وغادي نضيف له واحد المعلقه كذلك كبيره ديال الشرموله. كيف شفتوا هذه الخلطه ولا هذه الشرموله هذه، فكان نخدموا بها السمك ديالنا كامل، كنخدموا بها الشامبينيون. فكذلك بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا الشامبينيون واغ ولا الفطر الاسود، فهو كيجي حتى هو غزال، ما كانش عندي موجود، فدرت هذا المعلب حتى هو كيجي زوين. المهم كيف قلت لكم هذه الخلطه ديال اللي حضرنا مع بعض، فكنضيفوها للسمك والفطر. المهم كيف كتشوفوا العمليه سهله جدا. وبالنسبه للسمك فبامكانكم تكتفيوا غير جوج ديال الانواع، مثلا الكروفيت والكالامار، مثلا الحوت الابيض والكروفيت، اي حاجه. المهم كيف كتشوفوا السمك ديالي الابيض وجد، ما خلطتوش معاهم، كيف شفتوا ناشف. وهنا السمك ديالي الاخر اللي خلطته مع الفطر، وهنا عندي الجبن، وهنا عندي الشعريه الصينيه من بعد ما صفيتها وقطعتها وحطيتها في نفس الاناء اللي كانت فيه الشرموله، باش المهم كانت باقي ليا شويه ديال الشرموله، وقلت نحط الشعريه الصينيه ونخلط مزيان. المهم كيف كتشوفوا انا ما كانش عندي للاسف ما كانش عندي اناء كبير، فحاولت انني نخلط غير في هذا. المهم كنوضع الشعريه الصينيه شويه بشويه، يعني كنقسموها، كنوضع المهم واحد الكميه في الاول، وكنخلط مزيان، وكنوضع مره اخرى ونخلط حتى كنسالي الكميه كلها اللي عندي. فمن بعد ما حركنا الشعريه الصينيه مع السمك ديالنا كيصبح الشكل ديالها كيف كتشوفوا هكا. المهم ضروري خصنا نحركوها مزيان، فهنا عندي الجبن وهذه كل المكونات. المهم كيف كتشوفوا معايا غادي ندوزو دابا للتطبيق. فهنا خديت واحد اللاطه ولا الطاوله اللي كتدخل الفران، غادي ندهنها ضروري بالزبده، فخصنا ضروري ندهنو السطح ديالها بالزبده. وهنا غادي نستعمل ورق الفيلو اللي صراحه ما كانش عندي ورقه ديال البسطيله، واستعملت ورق الفيلو اللي حتى هو كيجي رائع، مقرمش، كيجي واحد القرمشه فيه رائعه، وكيجي غزال في البسطيلات. المهم اكيد نتوما ديروا ورقه ديال البسطيله، ف حتى هي كتعطي واحد اللذه واحد القرمشه رائعه. المهم كيف كتشوفوا اول حاجه درت هي خديت واحد الورقه ووضعتها مباشره في على الطاوه ديالي، وكندهن بالزبده، فضروري من الزبده، يعني هاد الورق الفيلو كيبغي الزبده، يعني كل شويه خصنا ندهنو بالزبده. المهم كيف شفتوا معايا كنوضع كذلك بهذا الشكل هذا، يعني كنجي ونخلي ضروري الورق خارج الطاوه باش غادي نجمعها، ولا غادي يعني في الاخير هذا الشيء اللي عندي في هاد الورق اللي عندي خارج الطاوه ديالنا، فكنديروه على السطح ملي كنحطوا الحشوه. المهم كيف كتشوفوا كيف قلت لكم كل ورقه كنحطوا فضروري من الزبده، وخليكم على فيديو، فالفيديو واضح والطريقه كلها واضحه، فما تمشيو فيه. فهنا بغيت نشير لواحد النقطه بالنسبه للورق الفيلو، واخا تشوفوه كيتقطع ليكم ما تخافوش منه،
ماشي مشكل. فملي كيدخلوا للفران ما كيبانش نهائيا. مهم ما تخافوش منه، واخا يتقطع لكم فغير استمروا في الخدمة ديالكم. المهم انا غادي نستمر بنفس الطريقة، انتم غادي تشوفوا في الفيديو كيف كان يعني كيف كنحط هكا الاوراق. واهم حاجة انكم تشوفوا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا اكيد النتيجة. فبصراحة انا فاش بقيت كندير الورق ديال الفيلو هذا ما بغيتش نسرع بزاف، يعني بغيتكم تشوفوا كيفاش غادي نحط يعني كل مرة كنحط فيها الورق، فتشوفوا يعني الطريقة يعني خطوة بخطوة. المهم كيف كتشوفوا هنايا هذه اخر ورقة اللي حطيتها مباشرة على يعني في الوسط، والزبدة ضروري الزبدة. مهم هنا غادي نحط الحشوة. انا الصراحة عندي هاد المول هذا ولا هاد الطاوة هذه كبيرة، فإلى مثلا عندكم واحد الطاوة اللي كتكون دائرية ولا هاد يعني صغيرة على هادي، فكتجي البسطيلة عامرة اكتر، يعني كتجي في العلو عالية بزاف. المهم كيف كتشوفوا حطيت الحشوة ديالي وكنوضعها بهذه الطريقة. هنا كيف كتشوفوا معايا ملي انتهيت من الحشوه كنوضع هنايا الفخوماج ولا الجبن المبشور اللي كيبقى اختياري، لكن كيجي رائع كيعطي واحد اللذه كيجي لذيذ بزاف. المهم كنوضع الجبن، اي نوع ديال الجبن عندكم فبامكانكم توضعوه. المهم هنا غادي نوضع كذلك السمك الابيض. بالنسبه للسمك الابيض كيف قلت لكم ما كنخلطوش مع السمك الاخر، فكنخليه هو الاخير، كنوضعه هو الفوق، يعني حتى كنسالي من الحشوه من الجبن وكنوضع السمك الابيض، كيجي باين وكيجي رائع بحال هكا. صافي هنا كيف كتشوفوا الحشوه ديالي كلها وضعتها وساليت.
هنا غادي نبدا نحط الاوراق اللي خليت في الجوانب، يعني في الجانب ديال الطاوة ديالي، فكنعاود نرجعهم فوق الحشوة وكندير الزبدة. يعني انا كنوضع وكندهن بالزبدة، يعني ضروري كيف قلت لكم الزبدة ما تنسوهاش، ديروا الزبدة بزاف فكتعطي واحد القرماشة للورقة ديالنا. المهم كيف كتشوفوا يعني خديت هاد الورقة اللي كانت نازلة وكنوضعها من الفوق ديال الحشوة، كنستمر بنفس الطريقة وخليكم على فيديو. وهذه غادي تكون اخر ورقه اللي غادي نوضع. المهم راكم شفتوا الطريقه خطوه بخطوه. كيف قلت لكم واخا تقطع معكم ماشي مشكل، ما عندكم مناش تخافوا، لانه الورقه ديال الفيلو راه حساسه بزاف فماشي مشكل، ومن كطيب ما كتبانش نهائيا، كتجي مقرمشه وكتجي زوينه. المهم كيف شفتوا ضروري كنخشيو هكا الورقه من التحت، ومن اللي كنساليو كندهنوها بالزبده مزيان من الفوق ومن الداخل من الجوانب من كل شيء، خصها ضروري الزبده مزيان. المهم كيف كتشوفوا انا غادي ندخلها للفران اللي ما سخنتوش من قبل، غادي نسخنو مباشره، يعني غير نوضعها الوسط ديال الفران وغادي نشعل الفران من الفوق ومن التحت على 180 درجه ونخليها تطيب على خاطرها. المهم هكا كيكون الشكل ديالها، وانا غادي ندخلها للفران ونرجعوا مع الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال البسطيله ديالي ديال اليوم اللي ما نقول لكمش مذاقها كي جا رائع رائع. الا تبعتوا الطريقه ودرتوا يعني غير الشرموله، ما كنقول لكمش نفس النوع ديال السمك، لانه تقدروا ديروا انواع مختلفه ديال السمك، ماشي بالضروره نفس النوع اللي درت انا، لكن الشرموله وديروا الطريقه فاكيد غادي تحصلوا على بسطيله اللي لذيذة بزاف بزاف بزاف. فكيف شفتوا جات محمره، زوقتها ولا زينتها بالكروفيت اللي هذا القمرون اللي شحرته شويه مع الزبده، درت هكا القطع ديال الحامض، درت الفرماج الابيض من الفوق وشويه ديال المعدنوس، فهكا كيكون الشكل ديالها. كنتمنى انكم تجربوها، فاكيد اكيد غادي تنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للتزيين فدائما كيبقى التزيين اختياري. مهم كيف كتشوفوا ما نقول لكمش على القرمشه اللي جات،
غزالة ومقرمشة ولذيذة. المهم انا قطعت معكم واحد الطرف اكيد، فانا كنقطع فيها والاذان كيأذن ديال المغرب، فدقت منها جات رائعة لذيذة بزاف بزاف بزاف. مهم هكا كيكون الشكل ديالها من الداخل، كتجي عامرة، كتجي لذيذة، كتجي مقرمشة. فكنتمنى انكم تجربوها، اكيد غادي تنال الاعجاب ديالكم. كنشكركم بزاف بزاف على المشاهدة، وإلى عجبك لا فيديو فخلي لي لايك وشي كومنتر، وكنشكركم بزاف وألقاكم فيديو جاي إن شاء الله. مع السلامة.